الحمد لله على نعمائه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن من مهماتنا وواجباتنا التي ينبغي أن نعلمها ونتعرف عليها من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أخلاقه ومعرفة معجزاته. معرفة الأخلاق والمعجزات، رسول الله ختم الله به النبيين صلى الله عليه وسلم، يواصل مسيرة الأنبياء ويواصل تكميل الإنسانية بحقائق الإنسانية، لأن الإنسان له معنى وحقيقة وله صورة وشكل، فالذي يكمل حقيقته وإنسانيته ومعناه هي الأخلاق التي دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يكمل صورته ومنظره ما اتجه إليه أرباب المصانع والشركات والمؤسسات من أجل يدعون من أجل أن يدعو ذلك الإنسان للاهتمام بذلك استثمارا وتجارة، ويخسر ذلك الإنسان بتتبعه الصور والمظاهر وما يبهج العين ويبهج منظرها وينتهي بانتقاله من هذه الحياة. لكن الذي أتى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأخلاق هو ما ينغرس في روح الإنسان، هو ما يجعله متصف بحقيقة الإنسانية، فينال السعادة في الدنيا وينال السعادة في الآخرة. هذه المهمة العظمى للأنبياء. وأما إذا لم يتصف الإنسان بهذه الأخلاق الإنسانية التي تكمل معناه وتكمل حقيقته، فيعيش كالأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعيش مثل الوحوش، يبحث عن الترف، يبحث عن الرفاهية. فإذا فقد الرفاهية في أي لحظة أو في أي يوم، لا توجد أي تربية ولا أي تزكى ولا أي خلق تضبط له مسار. فإن الأنبياء بتلك الأخلاق وبتلك المحاسن وتلك الشمائل والفضائل علموا الإنسان كيف يواجه الحياة، كيف يضحي، كيف يتحمل، كيف يصبر، كيف يفكر في سعادة من حواليه. يقول الله تبارك وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل جلاله في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين أتوا بكل خير من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال الخير وأعمال الإنسانية التي انتشر لها هذه التسمية: الإنسانية، الإنسانية، الأعمال الإنسانية. هذه الأعمال الإنسانية هي من صلب الأديان، هي من الدين الذي أتى به الأنبياء، وكمل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأعمال الإنسانية وتلك الأخلاق، لأنه كموضع لبنة في قصر مشيد رفيع، سد ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإنسان بذاته لم يهتدي إلى أي أعمال خيرية ولا قلبية ولا رحمة ولا أي شيء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بقي فيهم من صفات الحياء والابتعاد عن القبائح والخبائث والأسوأ، فكان الحياء دافعا لهم إلى فعل الخير، إلى الأفعال الإنسانية، إلى الرحمة، إلى الإكرام. بقي هذا فيهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من أين أدركوه؟ من كلام النبوة الأولى، ليس من ذات الإنسان نابع، ولكن من آثار النبوة ومن بقاء تزكية النبوة ومن بقاء تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سئلت السيدة عائشة كما في البخاري: كيف كان خلوق رسول الله؟ قالت: كان خلوقه القرآن. كل ما في القرآن من أوصاف لمؤمنين أو أوصاف لأنبياء أو لمرسلين أو دعوة إلى أي خلق قلبي أو ظاهري أو باطني أو خيري، فكل ذلك متجسد وكل ذلك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقتدوا به، انظروا في هديه، انظروا في شمائله، اقرأوا شمائل النبي محمد، اقرأ شمائله، اقرأ أخلاقه، كيف كان
لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ما هذا الخلق؟ ما هذه الأعمال؟ كيف كان يرحم؟ كيف كان رحيما؟ كيف كان متخلقا؟ كيف كان متواضعا؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يذكر الله؟ كيف كان يتخلق مع القريب والبعيد؟ واقرأ في القرآن، إن قرأت قد أفلح المؤمنون تجد سيد هذه الصفات النبي محمد. إن قرأت عن وإذا مروا باللغو مروا كراما تجد سيدها النبي محمد. إن قرأت ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تقرأها في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ شمائله، اقرأ أوصافه، حاول أن تطبق هذه الأخلاق التي تعيد لك حقيقة إنسانيتك وتدرجك وترقيك في مسالك الإنسانية العالية الغالية، بدل أن تتردى في مدارك الوحشية والسبعية والبهيمية. فأنت إنسان مدعو إلى كمال عجيب، مدعو إلى جمال، مدعو إلى خير عظيم عند الله. أخلاق رسول الله منهج ونبراس وإضاءة لنا، معجزات رسول الله أمر مهم وعظيم. الله سبحانه وتعالى أتى بالمعجزات، بل الأخلاق هي من أعظم المعجزات. ولذلك كان بعض العلماء يقول لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أخلاقه الكريمة لكفى، لأنه أعجز الفصحى والقادة والملوك وذوي الثقل والحلماء والكرماء وذوي الخير، أعجزهم بأخلاق لا يستطيع تطبيقها ولا يستطيع القيام بها، لا يقدر على قهر نفسه فيها إلا نبي حليم أو خليفة لنبي. وقد قال البوصيري في مدح الأنبياء ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، مثل الصفات الحسنة الأنبياء قبل النبي وخلفاء النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلوا هذه الأخلاق الكريمة ودفعوا السيئة بالحسنة واعتلوا في هذه المراقي. معجزات رسول الله الظاهرية كنبع الماء من بين الأصابع وكانشقاق القمر وحنين الجذع وتكثير الطعام وغير ذلك مما عدد العلماء وذكروا في كتب السيرة مما يخرق القوانين الكونية، لأن الله برأ هذا الكون على قوانين كونية ونواميس لا تتخلف إلا معجزة لنبي. فهو يتحدى بها البشرية أجمع، الإسراء والمعراج، يتحدى كل الحضارات كل البشر، يكلمهم بهذا الصدق وهذا الحق، حتى قال الله جل جلاله أفتمارونه على ما يرى. هذه الحقيقة لمعرفة قدرة الحق جل جلاله بإرسال أنبيائه وصدقهم وأمانتهم في تحدي البشرية أن يأتوا بمثل ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يرزقنا حسن التأسي والابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.